الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا اللهم على من عادانا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعنا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا جمعنا مرحومة، هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما، وأن لا يدع فينا شقيا ولا محروما في هذا اليوم المبارك. نحن والدين والد والدين وأصحاب الحقوق والواجبات علينا، ومن له علينا فضل أو منة أو عمل خير ممن علمنا وممن له أي نوع من الفضل علينا، اللهم آمين. عنواننا اليوم من باب الحكمة ضالة المؤمن. جاءني عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي رسالة صغيرة كتبها أحدهم، ولا أدري من هو، جزاه الله خيرا. هذا من الحمد لله أن الله يعلم، لا يضير من كتب أن لا نعلم، لأن الله يعلم. وضع حوالي 20 مفهوما شرعيا بلغة مبسطة تحت عنوانه هو الكاتب أو الكاتبة لا أدري، قال مفاهيم بنكهة مبسطة، أنا أعدت استخدامها وأضفت عليها من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، خاصة أن الكاتب وفق لاستخدام اللغة الدارجة في الوصول إلى قلوب الناس بعامة وقلوب الشباب بخاصة، خاصة عبر وسائل التواصل. قال طبعا وضع حوالي 20 مفهوما، أنا سأخذ المفهوم وأقرأ النص القصير الذي هو غالبا أقل من سطر بلغته، ثم بعد ذلك أدخل به إضافاتي الشخصية. قال مفاهيم شرعية مهمة بلغة أو بنكهة مبسطة. المفهوم الأول، قال الغيبة، قال هو إحراق تعب
سنين من الحسنات بدقيقة. كل مفاهيم الشرعية التي أنا أعرفها بسطها، ما معنى الغيبة؟ جهد حسنات من السنوات بدقيقة راحت. فتخيل إذا أردت أن تذكر نفسك إياك أن تغتاب. طبعا وهنا الموقف الشرعي لابد أن ننبه أن الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره. طبعا هناك تفصيل نستثني من ذلك، لا غيبة لمجرم ولا لفاسق علني ولا لمعتد ولا بالعمور العموم، يعني رجال العوام في شأن العام، يعني إن انتقدت وزيرا أو مسؤولا أو حاكما لأنه ظلم أو اعتدى فهذا ليس من الغيبة، لأن هذا فسق علني واعتداء علني، وظلم. نحن نتحدث عن هذا ولا نتحدث عن من جاهر في المعصية. وأيضا نستثني من ذلك ما لخصه الإمام الشافعي رحمه الله حينما قال: والذم في ستة ليس بغيبة لمعرف، والذم في ستة ليس بغيبة لمحذر ومعرف ومنكر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فبعض الأحيان أنت تحتاج من أجل التعرف، شخص تقدم لخطبة فرضا ابنتك تريد أن تسأل من يعرف حاله وجب عليه أن يوضح لك، شخص تريد أن تؤجره سوف يصبح جارك يستأجر بيتك بجانب منزلك، أردت أن تستعين بأحد على إنكار منكر في بيت قربك، ذهبت إلى الشرطة رفعت شكوى، هذه كلها فيها طبعا فضح لشيء من أخبار الناس، فأردت أن تستعين بجمع على ظالم يفعل ظلما أو اعتداء في السر، فليس هذا كله من الغيبة، لا أتحدث عن هذا، لكن غالب ما نقع فيه اللي هو التشاتينج والدردشة والتسلاية في الأحاديث العادية، هذه كلها تقع تحت العنوان التالي في الأغلب. في الأغلب كثير من الأحاديث اسمع، وخاصة اعذروني يعني، وإن كنا نحن الآن الرجال على وشك أن نسابق النساء في هذا المشهور تاريخيا، من هم الأبطال في موضوع الغيبة؟ مشهور تاريخيا النساء، لكن مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الرجال ينافسون النساء في نشر الأخبار التي تصح ولا تصيح ويجوز وما عاد يفلت منها أحد. سمعتي يا أختي فلانة؟ بحطش بزمتي، بحطش بزمتي، بحطش بزمتي، وبينفتح دفتر التشريح ونبتدأ بالتفاصيل التي تعنيني ولا تعني. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كما يروى عن أحد كبار الأدباء أو الشعراء في التاريخ الإسلامي قال: وجدت جارية تمشي في الشارع ومعها طبق عليه غطاء، فسألتها ماذا بداخله؟ قالت لي: لو أردنا أن نعرفك ما بداخله لماذا غطيناه؟ قال: فعلمتني درسا. بالله عليكم نحن كمجتمع عربي مسلم كم نستفسر عما لا علاقة لنا به. وقالها الحبيب المصطفى منذ مئات السنين: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والتدخل فيما لا يعنيني غالبا يوقعني في الغيبة. فما تعريف الغيبة المبسط؟ إحراق تعب سنين من الحسنات بدقيقة. تعريف آخر يقول الأخ الكريم جزاه الله خير: النميمة أن تسمع لشخص ستكون أنت موضوعه التالي. إسلامنا يحض بقوة أن تذب عن عرض أخيك إذا ذكر بسوء بما تعلم أنه ليس فيه، أو بما تعلم أنه يعتدى عليه ويتسلى بأخباره، بغض النظر كم كانت الأخبار حساسة أو غير حساسة، بغض النظر. شخص يتسلى بسمعته أو بعرضه في غيبته وأنت شاهد، سكوتك إقرار بجريمة أخلاقية كبرى في الإسلام. فإما أن تذب أو تصلح أو تسكت أو تعترض وتغادر. النميمة طبعا هذا نعرفه، لكن أنا الآن أعمل تحت ظلال وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نحن بحاجة التذكير وأنا أولكم. يعني كوني أذكر هو فقط أن الله يستخدم أحدنا في وقت ما ليذكر الباقين، وليس منا أحد معصوم مما نقول، لكن هو تذكرة وتنبيه. فالنميمة هو أن تستمع لشخص أنت ستكون الموضوع التالي، بعد خروجك بيطلع شفت كيف أنا بس ساكت بديش أحكي بس ويبتدئ بك، هذا طبع. فإما أن تعترضه أو أن تسكت أو أن تذبه عن عرض أخيك، ومن ذب عن عرض أخيه يبعث الله له من يذب عن عرضه حينما يغيب، وكما تدينه تدان. قواعد أخلاقية رائعة،
علمناها يوم أن لم يكن ربما أحد من البشر على كوكب الأرض يتحدث بها، وهي أصل في عقيدتنا ولا يستطيع أحد أن يغيرها. اللهم اللهم علينا الالتزام فقط، بس فقط. غيرنا يعاني من مصداقية ثبات دينه من عدمها، غيرنا يعاني يكون ملتزما متدينا لكن الشك يساور قلبه طيلة حياته، لأنه لا يدري إلى أي مدى مصداقية كتابه فضلا عن دينه كله. أما نحن فلا عندنا مشكلة لا في تثبيت تواتر كتاب من قرآن ولا من صحة أحاديث متواترة، مشكلتنا فقط نلتزم ولا نلتزم. يا جماعة فقط هيك وقفة صغيرة، المعاناة التي يعانيها غيرنا ليست موجودة عندنا، فلنتق الله في أنفسنا. نحن تحت يدينا طبق من ذهب عليه أعظم فاكهة وأجمل وأنظف وألذ فاكهة، فقط تفضل كل بالطريقة المناسبة. غيرنا لا يدري أصلا ما الطبق الذي يأكل منه، وليس متأكدا من نظافته من عدمها، وليس عالما ولا متيقنا، بل الشك يساور نفسه بل ويقتله دائما في احتمالية ضخمة جدا بفطرته أن الذي يأكله قد يكون سما رعافا، بينما نحن تجاوزنا كل هذا. عندنا فقط خذ الفاكهة النظيفة وتناولها ضمن القانون والموضوع منتهي، فنحن على خير عظيم يا أحبة. تعريف ثالث تحدث عن الكبر، قال تعريف الكبر أول جريمة خطت في اللوح المحفوظ، وهي أعظم جريمة في الكون وفي التاريخ. أول جريمة خطت كتبت ثبتت ضد مكلف في اللوح المحفوظ، فلنحذر. أني إذا ما وافقت أن أكون من المتكبرين فسأكون مع محسوبا مع أول وأعظم جريمة خطت في تاريخ هذا الكون. وما هي جريمة إبليس؟ أنا خير منه. كبر. أكانت جريمته عدم العلم؟ أكانت جريمته الجهل؟ لا. كما أقول دائما يا جماعة، حينما يظن بعض الناس أن مشكلة عالم الغيب قد تكون شبهة لعدم الإيمان، يظن بعض الناس. يا أخي طبعا كما نعلم، كلنا يعلم أن الله قد امتدح المؤمنين في أعظم ما امتدحهم به في سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، امتدحنا. يا أخي يعني لا شايفين ربنا ولا شايفين الجنة ولا شايفين النار، كمون شيخ يعني زودتوها يا فأقول لك يا أخي، أو تظن أنك كنت تشاهد الغيب عيانا؟ هذا ضمان لإيمانك؟ فإن كنت تعتقد ذلك، إن كنت تعتقد، أقول لك تفضل وانظر إلى موقف إبليس. إبليس لم يكن عالما عارفا مطلعا فحسب، بل كان موجودا ومخاطبا مباشرة، بل وشهد خلق آدم وخطبه الله مباشرة. طب ماذا تريد أكثر من ذلك؟ شهد الخلق، شهد كامل، وكان من الجن ففسق عن أمر ربه، لم يكن عنده مشكلة بعلم الغيب، ما عنده مشكلة أبدا. فلنتق الله في أنفسنا ولا نقول لو أني رأيت، لا لا لا، في وسائل كثير للتثبت ليس هذا موضوعها. لكن الله امتدحنا حينما تؤمن وتصدق بأن الله إذا قال لك في علم في حساب وتعلم يقين وتضارفت الأدلة فتعامل وكأنه يقين. ما هو الإيمان؟ لكن هو موضوع الكبر. كم نتساهل بموضوع الكبر؟ هل نعلم أن رفضي للصلاة هو صورة من الكبر؟ حينما يقول الله لي أسجد وأنا أقول لا أريد أن أسجد، بربك وربي قل لي، ما هو العنوان الذي يوضع لي؟ الله يأمرني، أنا أزعم أني أؤمن، أزعم وأزعم أني مقر بأنه الإله الذي يعبد وحده. طيب قال لي أسجد، والله يا شيخ مش كتير مقتنع. بنفس المنطق الله أمر الفتاة بالحجاب، شيخ لا تزود علي، أنا صح مش محجبة، وصح بصاحب، وصح بطلع مع شباب، وصح إلى آخره، لكن قلبي أبيض وما بكذب والله بيعرف، قلبي أبيض وما بكذب والله بيعرف. فكنت أقول لبعض طالباتي بعض في الجامعة حينما يقولوا لي هذه العبارة، أنا صح ما بموضوع الحجاب تخصيصا، أقول لها أسألك بالذي رفع السماوات بغير عمد، حينما قلت أنك لا تكذبين وأن قلبك أبيض فامتدحت نفسك بأنك تطبقين ما يحب،
بأي قانون قررت أن الذي أمرك بأن يكون قلبك أبيض وأن تكوني ممن لا يكذب لأن الكذب حرام؟ بأي قانون أخرجت من أوامره أمر الحجاب واعتبرت نفسك على الجادة البيضاء؟ أخبريني عنه، فإن كان فيه خير أنا أطبقه فأنتقي من الشرع ما أريد وأكون مطمئن الضمير مثلك. لأن الذي قال لك لا تكذبي والذي أمرك بأن يكون قلبك أبيض من الغل والحسد والنميمة والغيبة هو نفسه الذي قال لك البس اللباس الشرعي. فمن رفض السجود هي صورة كبر، ومن رفضت الحجاب هي صورة كبر أيضا، والكبر هو أعظم وأول جريمة خطت في اللوح المحفوظ، وعنواننا هو مفاهيم بنكهة مبسطة. الثالثة الصلاة، عرفها قال الصلاة كالماء كل شيء حي ينبت منها. يا الله كيف نظر الموضوع، لشيء حي هنا أعطاك، لأن بعضنا للأسف لتقاليد عرفية قبلية عشائرية شعائرية اجتماعية سميها ما شئت، صلي يا ولد صلي يا بنت، صلي يا ولد صلي، صليت صليت بوضوء بغير وضوء وقف بالجماعة حب الله عرف الله لم يعرف الله it doesn't matter. المهم الحركات الآلية، فكم من الناس للأسف تربى مجتمعيا على أن تكون حركات آلية بحكم الضغط المجتمعي لا أكثر، لكن لم يدخل الإيمان قلبه ولم يعرف بربه منذ نعومة لأسباب عديدة. فلهؤلاء ينبغي أن نعيد البرمجة والانتباه، الصلاة كالماء ينبت منها كل شيء حي، نحن بحاجة. لذلك من ضمن التعريفات الضرورية أن تكون واضحة عندنا، الصلاة ليست حركات رياضية. إن كنت تظن أو إن كنت أنا أظن أن الصلاة هي عبارة عن حركات، يلا هيا منصلي نعمل مشان على الكبر ما يصير عندنا تخشب في الظهر وما يصير تشنج في العضلات، إن كنت أنا ممن يفكر بهذه الطريقة ومن باب عادة وتعودناها، فاعلم أن الملتزم بالذهاب إلى صالة رياضية إلى الجيم ويحافظ على برنامج روتيني رياضي هو أفضل مني ومنك. إن كنت تقصد بالصلاة الرياضة، لا لا لا، الصلاة طاعة، الصلاة لقاء المحبوب بحبيبه، الصلاة صلة، الصلاة اتصال برب الكون وأعظم قوة خلقت الكون كله، الصلاة اتصال بصاحب كن فيكون، الصلاة حمد، الصلاة شكر، الصلاة بث شكوى وهمها، هكذا ينظر لها الصلاة، وليست عبارة فقط عن فرض يلا هنا نصلي، صليت يا ولد؟ لا 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 لا، نعيد البرمجة وعيد النظر، هي كالماء، كما انظر إلى الصلاة كما تنظر إلى الماء، هل تعيش دون ماء؟ هكذا اجعل الصلاة في حساباتك بالنكهة الجديدة. الوالدين قال، شوف تعريفهما أجمل، قال هما قطعة من الجنة تمشي على قدمين، شوف ما أجملها، قطعة من الجنة تمشي على قدمين، فإن أحسنت إليه ما ضمنت الجنة. طبعا هذه نعرفها كمعلومات، نعرفها طبعا، الأحاديث كثيرة ربما نحتاج خطب فقط لموضوع الوالدين، لكن أذكر فقط بحديث واحد فقط، حديث الشهير جدا، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم على وشك أن يصعد إلى المنبر في إحدى مراته أراد أن يخطب الجمعة، فسمعه بعض الصحابة يقول آمين آمين ثلاث مرات بعدما انتهى. طبعا كلمة آمين معناها باللغة العربية اللهم استجب، طبعا ولا تقال إلا ردا على شيء قد قيل، يعني أنا حينما أقول آمين لابد أن يسبقني شيء أو شخص أقوله أنا أقول أو غيري يقول عبارة اللهم 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 أو شيء ما ثم أقول آمين. فسمعوه يقول آمين 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 ولم يسمعوا قبله أي شيء. فلما انتهى سألوا حبيب المصطفى، قال يا رسول سمعناك تؤمن فعلام كنت تؤمن؟ قال جاءني جبريل وقال لي معنى الحديث، طبعا قال خاب وخسر أو تعس وخسر أو تعس وخاب وخسر يا محمد، من أدرك أحد من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له؟ فقلت آمين. خاب وخسر يا محمد أو تعس وخسر أو تعس وخاب وخسر أو بمعنى هذه اللفظة، من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. قال خاب وخسر يا محمد من ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك، اللهم صل على سيدنا محمد. فطبعا الذي نريده هو من أدرك أبيه أو
أحدهما. فلننظر إلى حجم العقوق الآن. كم من الشباب والبنات في أعمار ما يسمى اليافعة أو اليافعين أو ما يسمى بالمراهقة الآن، كم نسبتهم ممن يحترم والديه؟ إذا كان القرآن قد نص على أن أف بس أف هي التأفف، التأفف يعني اعمل كذا أو سوي كذا فقط، لم يصح، لم يشتم، لم يهن، اعتبرت كبيرة من الكبائر تعادل في ميزان والزنا. تخيل الأف، فما بالك بمن يصرخ، فما بالك بمن يهين، فما بالك بمن يحتقر وينكت ويصيح، فما بالك بمن يضرب. نعيد النظر، الوالدان قطعة من الجنة تمشي على رجليها. المعنى الجديد، قال الحج، يا الله ما أجمله، قال هو أكبر تجمع سنوي لتدريبك على وقفة يوم القيامة. سبحان الله، عجيب. يوم القيامة على فكرة هو أعظم مشهد في حياتنا الدنيوية والأخروية، فيه الرعب والخوف الحقيقي هو الوقوف عند الحساب يوم القيامة، وليس الموت، لأن الموت فقط بوابة عبور فقط. بعد الموت في عالم البرزخ، وعالم البرزخ فيه احنا دائما ننزع أكثر للخوف من عذاب القبر، ولكن ننسى أن هناك نعيما للقبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا عند الموت تتنزل الملائكة يا أحبة، عند الموت تتنزل الملائكة، وظيفتهم الترحيب بك وبي وبنا بإذن الله، إنه ألا تخاف ولا تحزن، أنت مقبل على عالم جديد، عالم لا علاقة له بعالم الدنيا، عالم جسدك غير الجسد، لا يوجد فيه أكسجين، لا يوجد فيه طعام، لا يوجد فيه شراب، لا يوجد فيه شيء، غريب عجيب، الحسيس والمشاعر كلها تختلف، لكن إدراك 100% هو نفسه، روحك جسدك يبلى يدفن يبكى خلفك، الآن دخلت على عالم جديد، لا ندري أيعد بالثواني أم بالدقائق، الأحاسيس والمشاعر عبر الجلد عبر لا ندري، عالم غريب عجيب عندنا، نعلم يقينا بوجوده عند لحظة الخروج من عالم الدنيا وبدء الدخول على عالم الآخرة. المؤمنون الذين كانوا على الصراط المستقيم، ربي وربكم يقول إن الذين قالوا أعلنوا، ما خبوهاش، ما بيستحوش من دينهم، لم يخجلوا من إظهار شعائر دينهم، ما كان بتخبى، ما كان بيصلي بالستر، خجلان من قرايبه ومن أهله، أعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. إياك، إياك أن تخجل، إياك أن يكون صاحب الفسق وصاحب العهر أجرأ منك على الباطل، إياك. هي لا تخجل من إظهار فسقها، وهو لا يخجل من إظهار فسقه، وأنا أخجل من إظهار شعيرة دينية كأن أصلي أو أن أخجل من الحجاب، إياك. إن وصلت إلى هذه فاعلم أنك قد دخلت في مراحل خطر عظيمة جدا، فاتق الله في نفسك. فتخيل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل مجموعات عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بشارة فقط كنوع من الطمأنة من حالة الرعب، خروج من عالم لعالم، فقط اطمئن، أنت الآن في ضيافة الملك الجبار. وحسب الحديث الصحيح في البخاري قال إن الرجل إذا كان في، والرجل تستخدم بمعنى شخص أو إنسان أو بشر وليس ذكر دون أنثى، لكن على الأغلب في اللغة العربية، يعني الرجل أو المرأة في إذا ما دخلوا على عالم، قال إن الرجل إذا كان في إقبال على الآخرة وخروج من الدنيا، قال جاءه ملك صبيح، جاءه شخص صبيح الوجه فيقول له من أنت يا ذا الوجه الصبيح صبحك الله، قال أنا عملك الصالح سأبقى جليسك إلى يوم القيامة، ثم يمد في قبره مد البصر ويقال له نم نومة العروس، والعروس في اللغة العربية تستخدم للذكر والأنثى، يقال رجل عروس وامرأة عروس، قال فيقال له نم نوم العروس فتمر عليه فترة البرزخ كأنها ركعتي ظهر أو عصر. كيف؟ الله أعلم. أنا وأنت في أحلامنا أنت تنام ربما ربع ساعة على الكنبة بجانب والدك أو والدتك، ترى حلما يمتد بإحساسك ربما لساعات أو لأسابيع أو لأشهر، ثم تقوم منتفضا فزعا، إيش كذا، أسد بيلحق فيك، وطلعت من جزيرة وطلعت في طيارة وأكلت وشربت وحصص طعم التفاحة والعصير مكبوب عليك والكف كم، طب متى حصل، كيف الزمن من مخلوقات الله. لا ندري، إن كنا نحن نعاين ونعيش هذا الآن في الدنيا فلا
تجعلن للشيطان عليك مدخلا، انه كيف وما كيف انسان يسخفن احد بعقله وبنفسه ويسال عن الكيفيه، انسى الموضوع، لان نحن نعيش في امور ماديه لا نستطيع ان نفسرها، وهي من عظمه اظهار قوه الرب علينا من باب سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. طيب الصيام ساعات بلا طعام هنا تقربك سنوات للجنة هناك. يعني بلغة التجار جهد بسيط جدا 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 في صفقة رابحة لا علاقة بين حجم الجهد وحجم الكسب، تضيعها ليش؟ لذلك من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. يعني تخيل واحد يقال لك تيجي بتشتغل في هذا المجال 5 ساعات، 5 ساعات في اليوم تأخذ عليها $1,000,000، من منا سيترك هذه الفرصة؟ هي هكذا. طيب قال الإخلاص، قال المادة السرية الضرورية لقبول العمل. نعمل أعمال كثيرة جدا لكن ننسى أنه في خلطة سرية هي تكاد تكون مثل، ولله المثل الأعلى بلغتي أنا، رشة البهار أو رشة الملح الضرورية على اللحم، أسلق اللحم اللي بدك إياه. يعني حتى لو أتيت بأجمل وأجود أنواع اللحم إذ ما وضعتها بهارات وملح شو قيمة اللحم؟ ولله ولا شيء، ولا شيء، سبحان الله. قال الخلطة السرية، المادة السرية لقبول العمل، وهي التي تقلب بلغتي أنا الآن تقلب الأمور رأسا على عقب. أنا سبحانه في كمي المعنى المكرر، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كل من يأتي وقد أشرك مع الله شيئا يقال له يوم القيامة بالمعنى اذهب إلى من أشركت معي اجعله يدافع عنك إن كنت تستطيع. فنسأل الله أن يعيدنا. ويا أخوة يا أحبة اعذروني، حين نتحدث عن الشرك لا نتحدث عن الشرك التقليدي بطريقة سجود الأصنام، هذه لذلك الحبيب المصطفى الذي أطلعه الله على الغيب حينما قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، نوع من الثياب بلغتنا تعس عبد الموضة. هو يعلم أن صور العبادة المستقبلية ليست مقصورة على السجود لصنم، لا 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 لا، كل من سلمت نفسي له بلا شرط فأنا عابد. تعس عبد الموضة، أي يوجد عبيد للموضة؟ الموضة تقول اخلع بخلع، اشلح بشلح، اخلعي بتخلع، انزعي بتنزع، تعري بتتعرى، ارقص اكذب ترقص تكذب، تعرى امام الكاميرا على التيك توك تفعل لاجل، اي يوجد عبيد لللايكات؟ اي يوجد عبيد على التيك توك؟ اي يوجد عبيد على الانستغرام؟ تفعل كل انواع الميك اب بوجهها وتتعرى باجزاء من جسدها لاجل ان تاخذ اللايكات، وما هذا؟ هذا تعس عبد الخميصه، عبد عبد بالمعنى الحقيقي، وهو صوره من صور الشرك. فالموضوع ليس مقتصر على السجود لصنم، فلنعلم من موضوع الإخلاص. طبعا كلكم يعرف أن الثلاثة أصناف تسعر بهم النار يوم القيامة، يعني تحمى، واحد منهم عالم، واحد منهم مجاهد، واحد منهم متصدق، هي أعظم الأعمال التي تخطر على بالك. وشو الخلطة السرية المفقودة في الموضوع؟ إخلاص. طيب قال الصدقة الجارية، يقول تظل تجري بلا توقف حتى تمسك بيدك وتفتح لك باب الجنة، معنى لطيف جميل جدا. صلة الرحم طريقة مختلفة لزيادة الرزق، طريقة مختلفة لزيادة الرزق، وبسيطة جدا، أضيف أنا من عندي، بسيطة جدا سهلة جدا، خاصة إذا علمنا وتذكرنا أن الرزق ليس المال فقط. كثير من الناس يظن يا أخي نياله الله رزقه، شو قصتك الله رزقه؟ أعطاه فلوس، هاي صورة من صور الرزق. طب وأنت يا أخي الحمد لله ربنا بيبتلينا والله، طب هذا الذي أعطاه الله من عنده أولاد؟ لا، أنت عندك أولاد الحمد لله 7. طب كيف علاقته بزوجته اللي أعطاه فلوس؟ والله مفرجيته جهنم يا شيخ. كيف علاقتك بزوجتك؟ والله منذ ربع قرن لم تعصي لي كلمة وهي مثل الملائكة. وبيقول عن هذاك ربنا أعطى الرزق وهو لم يعطى الرزق. لا، أنت رزقت أولاد كل ولد بكل ثروته ذلك مثلا على سبيل المثال، وربما رزقت حب الناس، رزقت الجاه والسلطان دون مال، رزقت بر الوالدين، والأرزاق تتعدد وكثيرة جدا.
لكن اعلم انه من اعظم ابواب فتح الارزاق العظيمه عليك بكل انواعها صلات الرحم، والاحاديث في ذلك كثيره. الاخ في الله قال هو نصفك الروحي الاخر، حتى اعجل فقط بشكل كبير، قال الزكاه وزياده قوتك، عمليه جراحيه للتطهير. شوف جراحيه، شبهها بالسرطان، وكأن الأصل في الواحد منا في علاقته مع المال أن المال الأصل فيه التصاقك التصاقه بي أو بك كحال الورم السرطاني، لن يخرج منك إلا بعملية جراحية. فكما تحرص على إجراء عملية لإخراج الورم من جسدك، هذا كذا احرص على إخراج الزكاة من مال. لنا نتحدث عن الصدقة، عن الزكاة المفروضة، ونعرف الآية القرآنية يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم ذوقوا ما كنزتم. أمر مخيف. المال لله، ودير بالكم نحن مؤمنون، نحن نعتقد أن المال لمن؟ من صاحب المال في عقيدتنا؟ الله. أنت لا تملك المال، أنت مؤتمن على المال. إياك أن تقول فلوسي، مال الله. أنت وأنا خدم عند الله، شغيلة عند الله، مؤتمنين على جزء من ماله، نقطة. أجسادنا ليست ملكا لنا. هذا الفرق بين تصور الإسلامي وتصور كل أهل الأرض، التصور المادي والتصور الليبرالي والتصور العلماني والتصور الإلحادي والتصور الشيوعي والتصور الماركسي، مذاهب عديدة جدا. أنا حر بنفسي، أنا ما عندي شيء اسمه حر بنفسي، لأنك لا تملك نفسك أصلا. لذلك أتعلم أنه في الشرع الإسلامي لو سبب من أسباب تحريم الوشم، الوشم التقليدي وليس مجرد اللون أو الرسم، الوشم التقليدي حرمة الوشم سببها إذاية نفسك، لأنه لم يكن الوشم ممكنا إلا من خلال إدخال مادة سمية تحت الجلد للحصول على اللون الأخضر هنا أو هنا. هاي المادة السمية تضر وتؤذي، حرمة الوشم من أسبابها الإذاية. فكل لو أمسك شخص بقلم قال أنا إيدي وحر فيها، بدي أشخط نفسي، آثم لأنه اعتدى. وكعمي إيدي يا عمي، مش إيدك، كلك أنت لله. ينبغي أن نكون منتبهين، أنت لله، مالك لله، أنا لله، مالي لله. لذلك الحكيم العاقل من أدرك هذه المعادلة وأدرك معنى قول إبراهيم عليه السلام إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده سبحانه، نستعينه، نستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من أجل أنك كسب إن شاء الله أكبر قدر من الفائدة، بدقائق سريعة أقرأ بسرعة دون تعليق زائد مني. قال الزواج أكبر مسؤولية في الكون، كل تفاصيله تثاب أو تعاقب عليها. ينبغي أن نعلم الزواج عهد، التزام، حب، وفاء وميثاق. ولا يضحكن علينا الإعلام المادي في العالم على الإخوة الشباب المراهقين والأخوات، الزواج ليس مجرد إعجاب بشكل، وليس مجرد تنورة قصيرة وشعر جميل وسيارة مكشوفة وموقع شهرة ورقص وغناء وجنس وانتهى الموضوع. هذا كلام سخيف. الموضوع أكبر عندنا، أكبر عهد وميثاق بين بشرين على كوكب الأرض هو مسؤولية ميثاق الزواج. وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، الله سبحانه وتعالى سماه الربا، إعلان رسمي للحرب ضد الله سبحانه وتعالى. السنن أسلوب في العيش ونظام متقن لأفضل حياة. الدقيقة تستطيع فيها بالذكر والتسبيح أن تزرع 60 شجرة بالجنة بل أكثر. هنا أوجه رسالة، بقول لك شو تعرف الدقيقة؟ هي وقت تستطيع فيها أن تكسب 60 شجرة في الجنة. أوجه نفسي وإخواني وأخواتي، من يصبر على السماع للأغاني 4 ساعات في اليوم ولا يصبر على التسبيح ل3 دقائق بعد الصلاة، أعد المراجعة. وقبل الأخيرة، المساجد بيوت الله على الأرض لاستقبال أحبابه، فأنا أحببت أن تكون في استقبال رب الكون، فالرجاء احرص على أن تزور بيت الله على الأقل مرة في اليوم والليلة، ولتكن
صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومجالس العلم هي أمتار أنزلت من الجنة للأرض لنرتع فيها وننعم، وآخر واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي أكسجين حياتك ومفتاح الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم آمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أنعمت به ولك الشكر على ما أوليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. استغفر الله.